خوتي خواتاتي، السلام عليكم. القضيه ديال اليوم غادي دينا لمدينه سيدي قاسم. بالضبط غادي نحكيو على جريمه قتل ديال واحد المراه كانت حامله في الشهر السابع. التاريخ ديال الاحداث ديال هذه القضيه غادي يوقعوا في شهر 6 يونيو من عام 2008. نبداو من المدينه اللي وقعت فيها هذه الجريمه. هاد المدينه اللي هي سيدي قاسم كان كيعيش فيها واحد السيد سميتو الحسين. حسين تزاد وسط عائله على قد الحال تحت عتبه الفقر. حسين ما كملش القرايه ديالو وخرج من السادس ابتدائي. حسين كانت عنده واحد الكروسه اللي كيبيع فيها كاسكروطات وكيبيع فيها العصير. كانت الامور ممشيه ليه مزيان وكيدخل منها شي بركه ديال الفلوس. ملي وصل للسن ديالو 37 عام العائله ديالو خطبوا ليه واحد البنت. هاد البنت هادي كانت من الدوار ديال والديه، يعني من المعارف ديالهم. هاد البنت كان في عمرها 17 عام، يعني كان بيناتهم فرق ديال 20 عام. حسين ملي تزوج بها جابها باش تسكن مع العائله ديالو، وديجا خوتو كانوا مزوجين وساكنين هما وعيالاتهم تما النيت. يعني الدار كانت ساكنه فيها العائله كامله، كل واحد مزوج واخد بيت. هذيك البنت اللي تزوج بها الحسين كان سميتها فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء جاتها صعيبة أنها تتأقلم، صعيبة أنها تعيش مع عائلة الزوج ديالها. كان عندها غير بويت وسط ديك الدار كاملة، ما تقبلتش هاد العيشة. وعاد زيد فوق هاد الشي هذا كان فرق السن كبير بيناتهم، يعني هذا يخلي أن الراجل والمرأة ما يتفاهموش، كان بيناتهم السطاع المشاكل. المهم وخا الحسين كان واحد الراجل مزيان، إنسان طيب اللي غير كيدير لها خاطرها وكيسلك معاها، لانه كان كيعتبرها انها بنت صغيره ودابا دير عقلها ودابا كذا ودابا كذا. فاطمه الزهراء مور ما دوزت عام ديال الزواج ولدت البنيه الاولى، من بعد عامين ولدت البنيه الثانيه. هنا ما بقاتش قادره تصبر. البيت اللي كانوا عاطينه والديه في دارهم كان صغير مضيق بزاف، ما بقاش قادو، فيه بلاكار فيه كونه ناموسيه، يعني ما بقى لهمش فين يتحركوا، قنطو. فاطمة الزهراء قالت لحسين شوف، يا اما دير معايا شي حل، يا اما تكري شي دويره على قد الحال استقروا فيها انا وياك وبنياتنا، يا اما نجمع حويجاتي وغادي نمشي لدارنا. وعاد زيد خوتك وعيالات خوتك هم وكوباك النهار كامل هما كيضلوا كيشطحوا فيا كيشقيو فيا يسخروني حاقريني حيت انا البنت الصغيره في ديك الدار. كانوا كيشوفوا انها خفيفه وهادي كيستغلوها، وكان كلشي كيتدخل في العلاقه ديال حسين مع مراته. الا شرا لها غير شي حاجه كيسولوها علاش شرا لك هادي، وكيسولو هو علاش كتفششها علاش كتدلعها. مهم كانوا حاطين عليها وحاطين عليه في ادق التفاصيل كيدخلوا لهم في حياته. حسين كان كيفكر شنو خاصو يدير. الدخل المادي ديالو ما كيسمحلوش انه يخرج يكري، ما قادش يكري على برا بوحديته. فاطمة الزهراء مبقاتش قادة تزيد تصبر. اش دارت؟ بقات اليوم غدا جمعت حويجاتها ومشات لدار عائلتها، حتى عائلتها زادوا لها فيه، حتى هما نصحوها باش تبقى جالسة معاهم حتى يدير لها راجلها شي حل. حسين كان كيبغي بزاف فاطمة الزهراء، ما قدش يعيش بلا بها. دا والديه دا شي ناس ديال الدوار ومشى لعند عائلة البنت باش يردوها يرغبوها باش ترجع لدارها، ولكن هي رفضت. قالت له مستحيل انها ترجع مع الدار والديه، ما ترجع معه حتى يوفر لها سكن مستقل. ملي رجع هو لمدينة سيدي قاسم بدا كيفكر شنو هو الحل، شنو خاصو يدير. هنا طاحت في بال واحد الفكره، قال علاش ما نطورش شويه المشروع ديالي، علاش ما نحسنش من الاوضاع ديالي، خصوصا انه كانت عنده واحد الكروسه ما كيخرجها حتى الربعة د العشيه، كان ارا ندوبر الخدمه. السيد بقى يفيق في الصباح بكري كيدير في ديك الكريسه الفطور، كيوصل وقت ديال الغدا كيدير فيها الغدا، في العشيه كيبدا يضرب فيها كاسكروطات كيدير فيها حتى العشاء. السيد ولا يضل النهار كامل خدام، وفعلا صدقت له هاد المساله هادي وجمع شي بركه ديال الفلوس، قدر انه يكري واحد دويره صغيره ويأتتها، داكشي على قد الحال. من بعد هادشي هذا كامل مشى جاب مرتو واستقر هو وياها الراس في الراس، هما وليداتهم بنياتهم، وفعلا حياتهم تقادت ولاو عايشين بخير وعلى خير. الحسين ربي يفتح عليه بباب الرزق، المشروع ديالو ولا كيدخل له الربح الكثير.
بدا كيعيش ولادو مزيان وكيوفر شويه ديال الفليسات. من بعد 5 سنين ديال الخدمه قدر انه يشري واحد الدويره في واحد الحي شعبي، دويره سفليه وعندها السطح ديالها مستقل، صلحها فرشها وسكن فيها هو ومرتو بنياتو. بنياتو ديك الساعه في ديك الوقيته كانوا دخلوا للمدرسه، بداو كيقراو. الحسين كانت فاطمه الزهراء مقطره له من العينين، مهلي فيها بزاف، ديما دار ليها خطره وديما كيديها على قد عقلها، كيقول البنيه باقا صغيره ما نديش عليها، حيت كان واحد فارق السن كبير بيناتهم 20 عام راه بحال باه. وهذا الشيء بشهاده الجيران وحتى بالعائله كيقولوا بان السيد كان داير ليها خاطرها بزاف، مشيشها فوق القياس. كتلبس مزيان، حالتها ديما مقاده، ما تقولش انها مزوجه واحد كيدير كاسكروطات. المهم الحياه بقات غاد على هذا الحال هذا حتى العام 2008 بالضبط في شهر 1 يناير. فاطمه الزهراء قالت الحسين بانها حامله، هنا كانت وصلت الشهرين ديال الحمل، يعني شهر 1 كانت حامله في شهرين. الحسين فرح بزاف، كان كيتمنى من الله انه يرزقو شي وليد، عنده جوج بنيات بغى ينوه، بغى شي وليد اللي يعاونو الناس. بما ان الحسين كان في ديك الوقيته مريض بالسكري وعايش غير بالانسولين، مراته كانت ديما كتزن عليه، كتقول له حنا عندنا غير جوج بنيات، حنا ما عندناش الولد، ويلا مشات حتى وقعت لك شي حاجه الله يحفظ وانت مريض مرض مزمن، يقدر يجي شي واحد من خوتك ويخرجني من الدار، يشردوني انا وبنياتي. يعني بدات كتلمح ليه انه خصو يكتب ليها الدار، يدير لها الدار في سميتها ولا في سميت بناتها. الحسين كان كيثيق فيها بزاف، داها لعند النوتير وقال لها ما يكون غير خاطرك، غادي نكتب لك لاله الدار في سميتك. السيد كان كيثيق فيها لدرجه كبيره. من بعد ما كملت فاطمه الزهراء 6 شهور ديال الحباله، في واحد النهار الحسين كان غادي للقهوه باش يتلاقى مع واحد صاحبه. هذا صاحبه ملي شافو قال له مالك ما جبتيش معاك نسيبك، فين هو نسيبك؟ الحسين قال له على من كتهضر؟ اين نسيب كتهضر عليه؟ قال له علاش ما جبتيش معاك خمرتك للقهوه؟ علاش ما خرجتيش معاك؟ قال له اين خمرتي؟ قال له الصباح راه جا عندك للدار، شفناه كيدق عندك في الدار ديالك. سولت مرتي شكون هو هذاك، قالت لي حقا هذاك راه خو فاطمه الزهراء. هو قال له الحسين قال له باش عرفاتو خو فاطمه الزهراء؟ قال لي راه سبق ليه فايت جا عندها جوج ديال المرات، وملي سولتها مراتي قالت لها حقا هذاك راه خويا الصغير، راه مره كيجي عندها، كيجي من البلاد باش يقلب على شي خدمه. الحسين طلعت معها السخانه، ما عرف راسو باش تبلى. السيد ما فهم والو، في نفس الوقت ما بغى يبين له حتى شي حاجه، ما بغاش يبين لصاحبو ان مراته فاطمه الزهراء في الاصل ما عندهاش خوتها الدراري كاع، عندها غير 3 ديال خواتاتها بنات. الحسين بدا كيوسوس له الشيطان، دخل معاه الوسواس لراسو، تلف قال لصاحبو بان حكا عنده واحد الغرض مهم خاصو يمشي يقضيه، اعتذر منه ومشى للدار ديالو نيشان. دخل عند فاطمه الزهراء وسولها قال لها اليوم وجهوا عندنا شي ضياف، يعني السيد واخا داكشي كامل بدا يكذب راسو، كيقول مستحيل فاطمه الزهراء مراتي دير شي حاجه بحال هكا. مراتهم اللي سمعت هذا السؤال تزيرت، سولت وقالت له علاش شنو كاين؟ قال لها والو غير سولت وصافي. قالت لي ما جا عندنا حتى شي واحد، نهار كامل ما دق علينا حتى شي واحد في الدار. انا الحسين عرف بان كاينه شي حاجه، واقع شي حاجه ماشي هي هذيك، بدا كيشك ان مراته كتخونه، واخا هاد الشك كامل ما بين ليها والو، ما بين لها حتى حاجه، خصوصا انه ديك الساعه كان كاتب ليها الدار في سميتها. شنو قال عندي؟ قرر انه يبدا يراقبها من بعيد، خاصو يعرف شنو كدير من مور ظهره، واش كتلعب من موراه ولا لا. ولكن فاطمه الزهراء كانت مطوره، ما هادي اكثر منه. من خلال الهضره ديالو حست، عرفت ان كاين شي منغاز اللي وصل له شي خبر، بدات حاضيه راسها منه وردة معاه البال. النهار الغد ليه مشى للخدمه مع الصباح بكري بحال العاده ديالو، مشى غير طل ورجع وبقى حاضي الدار من بعيد، خلى السلعه ديالو غير واحد السيد اللي كان خدام معاه، ورجع حاضيها حاضي الدار من بعيد، لا يدق شي واحد ولا يدخل شي واحد للدار. هذاك النهار ما بان له والو،
السيد بقى مراقبها سيمانه كامله، ولكن بان له راسو غير كيضيع الوقت. الدار ما كيجي ليها حتى شي واحد، هو غير كيضيع خدمته. هنا جات في بالو فكره اخرى. هو فاصل الدار ديالو كان واحد مول الحانوت اللي مصاحب مع الحسين، صاحبه مزيان. مشى عنده الحسين قال له شوف عافاك رانا بغيت نطلب منك واحد الطليبه ورانا حشمان. قال له غير قول اصاحبي شنو كاين. قال له خمرتي كيجي عندي للدار كيخبي عندي الحشيش وكيخرج يبيعو، كنخاف شي نهار يدخلوا عليا البوليس ونمشي في الرجلين وانا ما داير والو. وهذا الشيء راه قالوه لي غير الناس، خفتو لا يجبد لي الصداع والمشاكل مع البوليس. قال الله يجازيك بخير، اذا شفتي شي دري يعني شي شاب داخل الدار عندي اتصل بيا وعلمني. وفعلا داكشي اللي كاين. من بعد ما داز شهر تقريبا، يعني فاطمه الزهراء كانت في ذاك الوقت كملت 7 شهور ديال الحمل، مول الحانوت عيط للحسين قال له الحسين رانا شفت واحد الولد داخل عندك الدار. الولد كان في العمر ديالو تقريبا يعني في العشرينات من عمره. الحسين ملي سمع هاد الهضره حط داكشي اللي في يدو، سمح في خدمته وجا كيطير للدار. حل الباب ديال الدار بشويه، دفع الباب، وهنا كيتفاجئ بشي حاجه اللي ما عمرو توقع انه يشوفها في حياته. لقى مرتو لابسه غير حوايج ديال الناس، ملابس النوم، وجالسه مع واحد الولد اللي ما عمرو ما شافو. هذاك الولد ملي شاف حسين تخلع وهرب، طلع كيطير في الدور. ملي طلع للسطح نقز من السور ديالو وبقى غادي في السطوح. الحسين عيا ما يجري تبعو، ولكن ما بقاش يشدو. ملي رجع للدار لقى مرتو لبسات حويجاتها كتبكي وكتطلب وكترغب فيه، كتزاوق فيه باش ما يشوهاش وما يفضحهاش قدام الجيران. ديك الساعه هو سولها قال لها شكون هاد خينا هذا، شنو كيدير معك في قلب داري؟ هنا قررت انها تعاود له الحقيقه كامله. قالت لي بانها مده ديال عامين وهي كتعرف وما على علاقه مع بعضياتهم. قالت له بان هذاك الشاب كيخدم خياط، كان شي مره مشات عنده باش تحط عنده شي جلابه، ومن تما بدات العلاقه ديالهم. قالت لي بانها كتبغي هذا الخياط وباغا تزوج به. قالت له انت ما عمري ما بغيتك، انت ما حملكش من النهار الاول، وبلي وصل النهار اللي خاصنا نطلقوا فيه. يعني السيده كانت جبهه وقحه لواحد الدرجه خياليه، اعترفت بالخيانه ديالها بكل بروده الدم، وفوق من هذا الشيء هذا كامل كتطلبوا كترغبوا باش ما يشوهاش وما يفضحهاش قدام الجيران. الحسين قال لها شوفي انا بغيت حاجه واحده، بغيت نعرف هذيك الدار اللي كتبت لك بسميتك شنو المصير ديالها، خاصك ترديها لي بسميتي. هنا السيده صدماتو، قالت له بانها اصلا كتبتها للعاشق ديالها الخيار. هذه كانت اكبر صدمه في حياه الحسين. حسين دوز عمره كامل هو كيخدم كيدمر باش يشري ديك الدويره فين يتسترو بنياته، تقف مرتو وكتب ليها الدار في سميتها، كتب ليها هادشي غير باش يحمي بناته. في الاخر ضيعته وضيعت بناته وكتبتها للعاشق ديالها. فهاد اللحظه هادي بلا ما يحس ربطها من يديها ورجليها، طلع للسطح قطع واحد الحبل، نزل للدار ودورولها على عنقه، وبدا كيجي فيها حتى ماتت. بلا مقدمات سورت الباب ديال الدار ومشى لاقرب مركز الشرطه وسلم نفسه. البوليس قبل ما يطرحوا عليه حتى شي سؤال مشاو كيجريو لمسرح الجريمه، وفعلا لقاو جثه الضحيه كاينه تما مربوطه في الناموسيه. عرفوا من بعد انها كانت حامله، كانوا كيظنوا في الاول بان الجنين يقدر يكون مازال حي، قالوا ربما نقدروا نعتقوه. عيطوا لومبينوس، جات سياره الاسعاف وداوها للسبيطار. اكتشفوا من بعد بان الجنين حتى هو مات بسبب انقطاع الاكسجين، لان الاكسجين كيوصلوا من الماشي ما دمه ما بقاش، السيده ماتت صافي. تعتبرت الدار كمسرح جريمه، الجثه رسلت مباشره من السبيطار لمصلحه التشريح الطبي. المهم البوليس هزوا كاع البصمات اللي كانت في الدار، وعاد زيد ملي كانت هاد المراه هادي كاسيه والعاشق ديالها راه كانوا حاطين واحد الصينيه كيشربوا فيها اتاح، يعني عرفوا فهموا بان البصمات ديال داك السيد اللي كان معاه غادي يكونوا في شي كاس من دوك الكيسان. رفعوا عاود البصمات من كاع البلايص اللي كاينين في الدار باش يعرفوا شكون هو هاد السيد هذا اللي كان معاه، خصوصا ان المواصفات ديالو راها عندهم اصلا. بداو كيبحثوا مع الحسين، الحسين عاود لهم كل شيء بالتفصيل.
قال لهم بأنه لقى مراته في حالة تلبس في الخيانة الزوجية، مراته كتخونه مع واحد الخياط. السيدة قال لهم كانت حاملة في الشهر السابع، وما عارفش أصلا هذا اللي في كرشها واش من صلبه ولا ولد هذا العشيق ديالها. قال لهم السيدة راه اعترفت لي بأنها عامين وهي على علاقة مع هذا السيد. البوليس دابا ولات المهمة ديالهم هم أنهم يبحثوا مع العاشق، خاصهم يجيبوه في مكان. خرجت النتائج ديال البصمات، البوليس استدعوا بزاف ديال الناس اللي خرجت البصمات ديالهم في ديك الدار، الأغلبية ديالهم كانوا من العائلة ديال الحسين وديال فاطمة الزهراء. هاد الناس هادو كانوا زاروهم يمكن في الأسبوع الأخير قبل ما توقع هاد الجريمة هادي. بصمة واحدة اللي كانت مختلفة وكانت في واحد الكاس من دوك جوج كيسان، الكاس اللي كان محطوط في الصينية وفيه أتاي. هاد البصمة هادي كانت كترجع لواحد الشخص غريب على العائلة. ملي حطوهم في قاعدة البيانات ديال البوليس عرفوا شكون هو مولاها. هاد السيد سميتو المهدي، العمر ديال 21 عام، الأصل ديالو من مدينة وزان جبلي، كان كيخدم هاد المهدي خياط. مشاو لمقرد العمل ديالو لقاو السيد ما كاينش، وحتى الناس اللي كانوا كيسكنوا في ديك الدريبة، يعني الدريبة اللي كان هو كاري فيها الحانوت، قالوا أن المهدي ما حلش الحانوت هادي 4 أيام، وهادي حاجة اللي ماشي من عوايده. البوليس مشاو للدار في كيسكن هو والعائلة ديالو، لقاو عاود في ديك الدار ما كاينش. عائلته قالوا لهم بأنه أصلا ما جاش عندهم من البلاد، راه باقي في وزان، يعني المهدي كان مخبي في شي بلاصة. خرجت نتائج التشريح الطبي، هاد النتائج كتبين بأن الضحية يعني فاطمة الزهراء تقتلت مخنوقة. لقاو فيها عاود آثار ديال الدقان ديال شي راجل، هاد الراجل هذا ماشي الزوج ديالها، لأن يعني تمت المطابقة ما بين الدقان ديال الحسين مع داك الدقان اللي تلقى فيها، تلقى في القتيل، يعني المرأة فعلا كانت كتخونه، وتبتت فعلا الخيانة الزوجية من نتائج ديال التشريح الطبي. البوليس بداو كيقلبوا على المهدي، نشروا مذكرة بحث على الصعيد الوطني، المهدي ولا رشاش. من بعد 15 يوم بالضبط على وقوع الجريمة، وصلتهم شي خبار بأن المهدي راه في مدينة الفنيدق في كاستياخو. المهدي كيحاول يهاجر اسبانيا حارق في شي لانشا في شي فلوكة، السيد كان ناوي يهرب، ولكن لحسن الحظ تم التنسيق ما بين الشرطة ديال مدينة سيدي قاسم والشرطة ديال الفنيدق، القاو عليه القبض في الوقت المناسب، جابوا عندهم باش يبداو البحث والتحقيق معاه. ايوا البوليس ملي جابوا باك المهدي واجهوه مع الحسين وسولوه واش تعرف عليه ولا لا، ولكن الحسين قال لهم بانهم ملي دخل الدار ما شافوش وجهه، لان السيد عيسى مع التحلان ديال الساروت امشى كيطير، شافوا غير من الظهر ديالو، يعني عطاه بالظهر وبقى كيجري، حتى في الدروج طالع كيجري ما دارش. قال لهم السيد اللي غادي يتعرف عليه بالتاكيد هو داك صاحبي مول الحانوت اللي عيط ليه وعلمني بان كاين ولد صغير دخل عندك للدار، يعني داك السيد اللي وصاه باش يراقب الدار ديالو واش غيدخل ليها شي واحد ولا لا، يعني هو اللي شافه وهو اللي عاكد ليهم واش هو ولا لا. فعلا جابوا من الحانوت، غير شافوا تواجهوا مع بعضياتهم تعرف عليه، قال لهم هذا السيد هو نفس الشخص اللي دخل الدار ديال الحسين في النهار اللي وقعت فيه الجريمه، وعاد زيد هو نفس الشخص اللي لقاو البصمات ديالو في الكاس ديال اتاي اللي كان في الصينيه. سولوه شنو العلاقه ديالو بالضحيه فاطمه الزهراء، انكار، قال لهم هاد السيدة ما كنعرفهاش اصلا. البوليس واجهوه بالبصمات، واجهوه بهاد الاعترافات والاتهامات ديال مول الحانوت اللي شافو، واجهوه بحاجه اخرى اللي مهمه كاع، هو ان الدقان ديالو راه لقاوه في الضحيه، يعني يكفي انهم يديروا المطابقه وعايعرفوا واش هو ولا ماشي هو. هنا السيد حصل قرر انه يعترف ليهم بكل شيء، عاود ليهم التفاصيل كامله، عاود لهم شنو وقع بالضبط. قال لهم انه قبل عامين جات عنده فاطمه الزهراء للحانوت هي وصاحبتها، كانت مع واحد صاحبتها حتى هي كليانه ديالو، جابتها على اساس باش تخير جلابه ديال العيد. قال لهم النظرات ديالها ليه كانت في شي شكل، يعني هي اللي حاولت انها تقرب منه. في المره الثانيه فاش رجعت غير بوحديتها، رجعت زعما باش تقيس جلابه، جات بوحدها، يعني ما جات صاحبتها اللي جات معها في الاول. ملي كانت غياوية عبرت له الإعجاب ديالها به، قالت بأنها بغات تدخل معاه في علاقة،
وهو خبزه طاحت على كلب راقد، ما رفضش هالشي بالرغم من انه السيده عارفها مزوجه وعندها بنيات. السيد كان صغر منها ب5 سنين، ومن ديك الوقيته بدات العلاقه ديالها. في الاول السيده كانت كتجي عنده للحانوت بحكم انه كاري مع الدراري. السيد كاري مع الدراري ما كانش كيقد انه يستقبلها في الدار ديالو اللي كاريها. الناس اللي كيسكنوا في ديك المنطقه ملي شافوا عيق، شافوا السيده غير كتدخل عنده للحانوت، لاحظوا انه كيخرج وكيطرق الكراج من الداخل وكيدخل هو الداخل، يعني كيسد على عليها وعليه الحانوت من الداخل. عرفوا باين ملي كيسد اذا كتوقع بيناتهم شي حاجه. مشاو عنده وواجهوه قالوا له شوف، اما تجمع راسك اما نديرو بك شي كاين البوليس، غنمشيو نبلغو عليك وعايجيو يعتقلوك لداخل انت وياها. السيد خاف على راسو وهنا بدا كيفكرو في شي حل في عتلاقة. فاطمة الزهراء لقات الحال، قالت له راجلي راه كيضل خدام كيخدم 10 سوايع في النهار، يعني النهار كامل ما كيجيش للدار وكياكل على برا. قالت له باللي الا جيتي عندي للدار رانا غادي نقول للجيران بانك انت خويا الصغير، ان اصلا كان باين فارق السن بيناتهم. وفعلا داكشي اللي كان، ولاو كيتلاقاو في الدار الحسين. من بعد عام ونص ديال العلاقه مع بعضياتهم قالت له انا ما غاديش نتفارق معاك، انا كنبغيك، خاصني نتزوج انا وياك، غادي نطلق من الحسين. قالت له بان عتقنا حسين باش يكتب ليها الدار في سميتها، ومن بعد غادير معاه الصداع باش يطلقها. وفعلا داكشي اللي كان، فاطمة الزهراء قدرت تقنع حسين بطريقتها وكتب ليها فعلا الدار في سميتها. من بعد شهرين شدت ديك الملكيه ديال الدار ونقلتها للعاشق ديالها على اساس انه تم بيناتهم بعشره. البوليس سولوا على هذاك الجنين اللي كان في كرشها، واش ولده هو يعني ولد المهدي ولا ولد الحسين؟ قال لهم انا ما نعرف، انا ما عارفش، وتا هي ما تكونش عارفه. قال لهم هذاك الولد اللي في كرشها حتى هي ما تكونش عارفه شكون هو باه، واش انا ولا راجلها. وفي الاصل هي كانت ناويه من بعد ما تولد تصارح راجلها وتقول له بانها ما بقاتش باغا تكمل معاه وخاصو ضروري يطلقها، خاصها تطلق منه ونسكن انا وياها في هذيك الدار. شوف المهدي ناوي انه يدي الدار ويدي المراه ويدي كلشي. هذا المهدي هذا من بعد ما قدم الاعترافات الكامله ديالو، وحتى الحسين ملي اعترف بالجريمه اللي دار، داروا اعاده تمثيل الجريمه وتقدموا لمحكمه الاستئناف في القنيطره. محكمة الاستئناف تابعت الحسين بالقتل العمد وحكمت عليه ب20 سنة سجنا نافذا، وكان الحكم شوية قاسي، أن في الخيانة الزوجية كان خص تكون ظروف التخفيف. المهدي حكموا عليه ب5 سنين تهمة الفساد والمشاركة في خيانة الزوجية. الحسين استأنف هذا الحكم هذا، ولكن الحكم تأيد وبقات نفس العقوبة، تحكم عليه من جديد ب20 عام ديال الحبس. الحسين مسكين كان غادي يحمق، وكيقولوا بانه حاول اكثر من مره انه ينتحر داخل الحبس. السيد كيشوف حياته تدمرت، الدار اللي خدم عليها وتعذب عليها ضاعت له في رمشة عين. الدار تكتبت بسميه عدوه، واحد السيد اللي ما عنده به حتى شي علاقه. هاد السيد هذا اللي غدره وكان العاشق ديال مراته. بناته مساكن اللي كان كيخدم على قبلهم ولاو مشردين، كل مرة في دار، مرة عند عائلة أمهم ومرة عند عائلة باه. يعني داكشي كله اللي كان كيبني الحسين ضاع ليه فرمشة عين بسبب خيانة الزوجة. إذا في المشكل كان هنا، المشكل هو البس قدك يواتيك. 20 عام ما بينك وبين المرأة راها مشكلة، المرأة بقى عودة بقى صغيرة، رخصها الخيال ديالها الفارس ديالها اللي يواتيها، ماشي انت 37 عام ومريض كدير الانسولين باتري فاب مهلوك، اذا ما غاديش توالم المرأة، هي كتمشي بواحد السرعة وانت غادي بسرعة اخرى مختلفة. اذا غادا تخرج بدا تقلب، غاتخرج تقلب على الراجل كيما قال الخياط، قالك وهي اللي بقات حاضية يعني وبقات كتشوف فيا شي شوفات، لان المرأة مرأة عطشانة شحفانة، السيدة صافي بقى كيبان لها على الراجل. بحال ديك الخياطي اللي قالت لهم في كورونا، قالت لهم راهم مسدل علينا انا خاصني نخرج، قالت لهم ما فيها تخرجي، قالت لها نخرج نقلب على الراجل، انا نتوا خاصني الدكا هكا ما يفكر. كبرتي خد شي وحده اللي تواتيك اللي تكون تاهي خصها
عاد ظبطها وترقد يعني، ما بقات فكرتها بشي حاجه سالات. المهم الله يكتب علينا ما كاتب الخير، الله يخرجنا من ضال العيب بالعيب، رزقنا حسن الخاتمه ويجعل اخرنا احسن من اولنا ويجعلنا خفاف رافع قلوبكم خوتي خواتاتي، دوزوا بخير، تلقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد. صلى الله.